هلا رح نروح مشاهدينا لمحطتنا الاخيره لليوم مع شباب حلبي طموح وصاحب فكر واراده ضمن مشروع قفزه. اكيد بيسعدنا نرحب بطاقات شبابيه استطاعت خلال هي الفتره انه تطور مشاريع وتطرح افكار. معنا لليوم هي عويجه احدى مقدمات مشروع البلاستيك الحيوي، وفاتن درويش من مقدمي مشروع تصميم وتنفيذ اليه انتاج خيط محاكه، وايضا محمد علي محمد من مقدمي مشروع تطوير خوارزمية للتحكم بطرف صناعي علوي. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، يا هلا. يعني احنا بالشارع سلمى، فطبيعي يكون في مرحب بالكل. اكيد في طحش على القاعده. رح بلش معك هيا، البلاستيك الحيوي، خلينا نحكي شو فكره هي المشروع وشو الهدف منه. البلاستيك الحيوي هو بلاستيك مصنع من مخلفات طبيعيه مثل قشور الموز، قشور البطاطا. هاي المواد فيني اصنع منها تقريبا كل انواع البلاستيك. هو بديل عن البلاستيك التقليدي المصنع من النفط. هو صديق للبيئه لانه بيتحلل من ظرف 6 اشهر للسنه طبعا عند التخلص منه. اما النفطي فهو ممكن يستغرق الاف السنين وما يتحلل. نعم، يعني هي هذا اللي كنا نسألك عليه. عادة البلاستيك يصنف ضمن المواد الضارة للبيئة. تمام، ضارة للإنسان. تماماً. هلا نحن عم نشوف نماذج من البلاستيك الحيوي، خلينا نحكي أكثر عن الفكرة، كيف قدرتوا تنفذوها وتشتغلوا عليها؟ هو الفكرة بدأت من مشروع تخرج، طبعاً هو بينشغل على مدى 5 سنين. حالياً وصلنا لهي المرحلة بعد ما أخذنا التمويل من مشروع قفزة. حاولنا نطوره طبعا ضمن الامكانيات المتاحه. المشروع مطبق تقريبا على مستوى العالم، بس عنا لسه يعني هلا ان شاء الله رح يصير موجود ببلدنا. هيا يعني قبل يعني سلمى رح نحكي عن مشروع ما يصير في تداخل عند المشاهدين. خلينا نحكي اليوم انت وين وصلتي بفكره مشروعك، ومعك شريك كمان بتقديم هي الفكره، يا ترى في صعوبات يمكن بتواجه هيك مشاريع جديدة بتكون؟ خلينا نحكي عنها. أنا وشريكتي هدى بليد بالبداية بلشنا يعني لقينا صعوبة بتحويل فكرة علمية دراسية لفكرة على أرض الواقع. نعم. طبعاً في شغلة ساعدتنا وبنفس الوقت في صعوبات واجهتنا، لكن حالياً بلشنا ننطلق والمنتجات قدامكم. أكيد رح تتطور أكثر، بس يعني مبدئياً الحمد لله الأمور تمام. أكيد يعني هي ونحن عم نحكي عن البلاستيك الحيوي، خلينا نقول تقريباً هي المادة اللي بين إيدينا هي من النفط، مظبوط؟ لا، هي قشور موز وبطاطا. قشور موز وبطاطا. خلينا نحكي كيف ممنوع بقى حدا يكب قشور الموز والبطاطا فورا. أيوة، على البلاستيك الحيوي. أكيد. خلينا نحكي شوي بشكل تفصيلي أكثر عن الفكرة وكيف ممكن يتم استخدامها. نحن هلا شايفين نماذج، كيف ممكن يتم استخدامها وتطويرها؟ نحن نهدف اكثر لتصنيع الاكياس والكاسات لانه هي كمان هذا صديق للصحه. تمام. ما بيضر صحه الانسان، ما بيسرطن. فبدايه حكمنا بالقوالب الموجوده بالمعامل، لكن بعدين ان شاء الله رح نلجا للاكياس لانه اكيد كلنا بنعرف قد الاكياس هي مستهلكه. يعني ان شاء الله بدنا نتمنى لك اكيد التوفيق بمشروعك. هو مشروع مو بس هدف للبيئه، ولكن عن جد احنا نتيجه يعني خلال سنوات الحرب اكيد كان في يعني ضرر للبيئه كثير، وهذا المشروع اكيد صديق للبيئه. بدنا نشكرك يعني لهي الفكره، وبدنا ننتقل لعند فاتن درويش من مقدمي مشروع تصميم وتنفيذ اليه خيط انتاج محاك. ما رح بتواصل معك، عم تحاولي تشرحي لي ما كثير وصلت الفكره. خلينا نحكي اليوم عن فكره مشروعي. مشروعنا هو عباره عن عمليه تصميم وتنفيذ انتاج اليه لخيط المحاك. هو عباره عن خيط انبوبي مجوف. كانت فكره بدايه الاساس هذا الخيط الملون هو كان عبارة عن خيط أنبوبي مجوف. بعدين حبينا نطور فكرة إنه نعمل خيط عبارة عن خيطين، هو عبارة عن اللب اللي ممكن نحطه بأسلاك أو خيوط، والغلاف اللي هو بيأمن العازلية لهذا السلك. بعدين بلشنا نطورها أكثر وحبينا نساويها على شكل قماشة. هاي القماشة تمام. نعم. هذا النوع هذا فينا نستخدمه مثل الألبسة الذكية، يعني هلا هي جزء بقلبها ما بعرف الكاميرا رح تقدر ترصدها. في سلمى اسلاك نحاسيه. اسلاك نحاسيه تماما. جواتها هي عباره من هالخيوط، سويناها عمليه حياكه لهالقطعه القماش. استخداماتها كيف بتكون؟ استخداماتها ممكن استخدامات طبيه، مثلا المريض بدنا بحاجه انه نلبسه ويرتدي اي لباس فبنحط له هدول ضمن حساسات معينه. ممكن البسه ذكيه مثل البلاد برا مستخدمه انه بتعطي الحراره للجسم اذا تغير الجو، كمان هي فينا نستخدمها.
ان شاء الله. هلا نحن بطور لسه العمل ان شاء الله يا رب موفقين اكيد. يعني فاتن مشروعك كمان بالشراكه مع كمان اثنين من الصبايا. نحن اليوم طبعا بدنا نرحب بكل الضيوف الموجودين معنا واللي ما موجودين معنا بنبعث لهم تحيه لباقي اعضاء الفرق اللي موجوده. خلينا نحكي شوي فاتن عن اليه التنفيذ، قديش استغرق جهد من الوقت. ونحن اليوم عم ننوه انه هاي المشاريع كلها هي كانت مشاريع تخرج ضمن كلياتكم. تمام، هي كانت عباره عن فكره مشروع تخرج، كان تم يعني انت خلصنا من المشروع الحمد لله رب العالمين وفزنا بمشروع قفزه. فهذا المشروع اعطانا التمويل لانه نبدا يعني بدايه عمل نطور المشروع من خطوه صغيره لمشروع وشركات ناشئه باذن الله. اكيد والله. يعني خلينا نحكي مع اكيد ننتقل لمحمد ميلالي من مقدمي مشروع تطوير خوارزميه للتحكم بطرف صناعي علوي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. كمان في شركاء لنا دائما بالنجاح، يعني في هي التشاركيه بين الشباب الحلبي. خلينا نحكي عن فكره مشروعك واكيد يعني زملائك المشاركين بالتقديم المشروع. بدايه انا وزميلي علي بوشي هو زميلي في كليه الهندسه الكهربائيه، نحن بداية حاولنا نفكر طالع فكرة لمشروع التخرج، وفي ظل الظروف والحروب اللي عم بتصير في سوريا، فكنا نحن في هالظروف انه نتابع، شفنا اشخاص يعني تأثروا بهالحروب، جرحى الجيش العربي السوري او كان المواطنين نتيجة الحرب والارهاب على سوريا. فكانت فكرتنا انه نحن نقدم شيء انساني للحرب، ندعم شيء انساني للحرب. فكان فكرتنا انه تكوننا طلاب هندسة طبية والهندسة الانسانية لانه نساعد الاشخاص. فكرنا انه نحاول نطالع طرف صناعي علوي، انه شفنا اشخاص مكتورين اطرافهم الصناعيه وعم بيعانوا من صعوبات في حياتهم الاجتماعيه وحياتهم العمليه واي شيء، وظروفهم النفسيه اللي ناتجه عن هذا البتر او فقد الطرف العلوي. فنحن بلشنا دراسه انتاج طرف صناعي علوي وتطوير طرف صناعي علوي. خليني استفسر منك عن شغله، عدد كبير من مشاريع الشباب وخصوصا بالكليات الهندسيه طبعا ضمن ظروف الحرب اتجه الى عمل الاطراف الصناعيه ان كان لليد او للقدم بسبب مساعده كل جريح وكل بطل اكيد من ابطالنا، وحتى الاشخاص العاديين ممكن يكون عندهم اصابات. شو المميز بالطرف وشو الاليه اللي اشتغلتوا عليها بهذا الطرف بالذات؟ تمام، نحن تابعنا عندنا عده ابحاث لنتابع اخر تطورات الاطراف الصناعيه. وصلنا لشركه المانيه، الشركه الاولى الرائده في الاطراف الصناعيه، حتى تكلفه الطرف الصناعي عنده بتوصل ل 5 مليون سوري. تمام، فنحن شفنا الاليه اللي بتعمل فيها الطرف الصناعي المتطور، هي اليه انه الاشاره العضليه. نحن الطرف الحقيقي او اليد الحقيقيه انه لما بنحركها بنلاحظ انه اي تحريك اي اصبع او اي حركه تقلص عضلات مختلفه عن تقلص للحركه الاخرى. فنحن قمنا باستحصال هي التقلصات وايجاد تخطيط التخطيط العضلي الاشاره العضليه ودراسه هذا التخطيط وتمييز حركه عن حركه. فبعد ما قمنا نحن بدراسه هي الحركات نبعث الامر الحركه المعروفه من قبل استخدام خوارزميات ذكاء صنعي وتقنيات متطوره، قدرنا نعرف انه كل حركه ايش الاشاره اللي ناتجه عنها وتحريك الطرف الصناعي بما يناسب اي الحركه. طبعا لتنويه الطرف الصناعي موجود لكم معنا على الطاوله، هلا هو منجز في شيء بدك تعدله عليه ولا هو يعني تم تطبيقه واموره كلها تمام، يعني جاهز للصناعه؟ جاهز للصناعه. هو نحن بدايه نحن صممناه عن طريق الحاسب، ثم طباعته وتشكيله. هلا هذا منتج انه بنيه داخليه، نحن بنغطي بغطاء سيليكوني لاجل تعامل المريض وبصير يشبه الطرف الحقيقي وملمسه ملمس الجلد الحقيقي، وقيام عده حركات انه يشبه عمليا وظيفيا وشكليا يشبه الطرف الحقيقي ان شاء الله، ونعوض شيء من الازمه اللي حلت على البلد ان شاء أكيد الله. اكيد يعني نحن اليوم عم نحكي مع شباب سوري واعد اكيد خلال يعني الكليات اللي كنت قمتوا فيها اخترتوا مشاريع لتقدموا افكار. رح ارجع لك هيا، اليوم الفكره بتلعب دور كثير كبير وفي منافسه طبعا من الفرق الثانيه بتكون وزملائكم بالكليه انه كل واحد يقدم فكره تكون قريبه للتطبيق، تكون منتجه وايضا تكون مفيده، ممكن تكون بدايه مشروع لكم بالحياه. وهذا يمكن اللي استفدتوا منه بمشروع قفزه لربطكم بالسوق والشركات. خلينا نحكي شوي اليوم قد ايه درستوا هذا المشروع، قد ايه شفتوا في انتاجيه رح تكون مفيده منه اذا تم تطبيقه حاليا ببلدنا. هو صراحه هذا المشروع من المشاريع اللي ممكن تسوق حاله لحاله يعني اذا نجح، لكن نحن بحاجة لتطوير الآلية. يعني أنت عندك كلفة هذا المشروع يمكن لا تقل عن 50 مليون،
لحتى انت تقومي عليه بالشكل المثالي، انك تنزلي بالسوق شيء ظاهر موجود، وبالذات انه نحن حاليا بالحرب ما عاد عندنا ثقافه انه الشيء الصحي اكثر، في ثقافه الارخص، فنحن بنشتغل بحيث يكون سعره مناسب وبنفس الوقت يقدر يكسح السوق. يعني رح ننتقل لعندك فاتن، خلينا نحكي اليوم اي فكره نكون راسمين لها لبعيد حابين نطورها، فكره مشروعك اليوم وين بتتوقعي توصل او لوين تطمحي توصل اكثر؟ فكره مشروعي ورح توصل، يعني اول شغله اني فيني استفيد منها بشكل كثير كبير، اني ازيد الاقتصاد، اوفر الاقتصاد الوطني اللي هون عندنا، بينما اجيب مثلا نوع ماشي مستورد من برا، بينما انا من هون عمال بصنع وتصنيع محلي، هذا الشيء بيزيد السوق الاقتصادي اللي عندنا، بيخلي مشروعنا كل ما له يكبر، ونحن من الاساس مشروعنا مروج حاله، لاني نحن كفكره خيوط كانت معروفه ونحن عمال نطورها لنطلع منها قماش طبي او تقني. يعني محمد اليوم نحن ونحن عم نحكي معكم مو بس عم نعرض اعمالكم ومشاريعكم، ولكن نحن فخورين اليوم. بدي اذكر انه الشباب يعني كانوا خلال فتره دراستهم بهي الخمس سنين وست سنين سبع سنين اللي مرقت كانوا طلاب، كانوا يروحوا على جامعاتهم باصعب الظروف بقلب القذائف الحقد والارهاب، يمكن اماكن كثيره من بيوتهم تضررت وايضا الى جانب بيوتهم، ولكن هن اثروا انه يكون هي الفتره هي فتره إنتاج. الهاجس الأول كان التفكير بمجتمعنا وببلدنا. بدي أرجع لك محمد لفكرتك المميزة اليوم، لما بنشوف طرف صناعي بنقول يا رب يساعد كل حدا تأذى، ويا رب طبعا السلامة لجرحانا. خلينا نحكي شوي اليوم هذا المشروع إذا طبق قديش ممكن يوفر وقديش ممكن يساعد؟ مبدئيا نحن يعني تواصلنا مع عدة جهات عشان اجل مساعدة الاشخاص، انه هن يلجأوا لهم الاشخاص انه يرعوهم يدعموهم حتى نركب لهم اطراف ونساعدهم يساعدونا. حاليا قمنا بتركيب 3 اطراف نحن لثلاث اشخاص مبتورين، وعملنا عمليات معايرة وتجريب، والحمد لله يعني ارتاحوا على الاطراف. هلا ما يميز الطرف هذا انه هو طرف الكتروني، انه مجرد تقلص عضلي بالجزء المتبقي من الطرف راح يتقلص الطرف الصناعي ويتحرك، وامكن انه يساعدهم كثير في الحياه الاجتماعيه والنفسيه. ان شاء الله نحن راح نقدم كثير لهالبلد، يعني نعوض شيء من الازمه اللي صارت ان شاء الله، ونرفع اقتصادنا الوطني ان شاء الله. يعني انتم شباب حلبي بيرفع الراس، مثل ما ذكرت سلمى كانت عم تحكي عن لحظات الحرب، كنت اقول لكم متاثرين، حابه اسالكم حابين تحكوا عن هذه الفتره بالذات، عن لحظات يمكن نحن كنا مصرين لنقدم فيها، هيك كلمه من كل واحد سريعا تفضل. والله نحن انه رغم هالحرب يعني كان دافع لنا انه نحن لا ننتج ونتحدى اكثر وتحدي لنا، والحمد لله نحن وصلنا لاشياء بدنا اياها، ويمكن طموح اكبر كمان ان شاء الله بنوصل مع الايام ان شاء الله. نعم، هي ساعه النصر عم تدق كمان عن جديد. تفضلي فاتن. بحب اتشكر كل اللي وقف جنبنا واللي ساعدونا، ومن ضمنهم كمان مشرفنا بمشروع التخرج كان الدكتور مصطفى رشيد الاحمد، ولمشروع قفزه وزاره التعليم العادي كمان بشكل خاص كمان اللي قدموا لنا هذا الشيء اللي خلونا نوصل لهالمرحله ونحقق طموحنا. اكيد. وحضرتك تفضلي هيا. يعني تخرجت وصلت لهون بعد كل اللي مريت فيه، لكن اكيد بفضل دكاترتنا بفضل اهالينا قدرنا نوصل لشيء يعني هو كان حلم، وان شاء الله ما رح نوقف ابدا لان بلدنا تستاهل. اكيد. بدنا نتشكر لكم يا شب ويا صبيتين معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق، نورتوا صباحنا لليوم وعن جد نحن كثير فخورين فيكم. شكرا لكم محمد فاتن هيا، والشكر اكيد موصول لباقي اعضاء الفريق، كنا بنتمنى يكونوا موجودين معنا اليوم، واكيد انتم مثلتوهم خير تمثيل. شكرا لكم شباب ويعطيكم العافيه.